خص تكون إعادة بعدا، إعادة سياسية، ولأن غندويو على التدرج، ولكن التدرج ماشي التدرج اللي كنعنيو به أننا نخليو داك الشيء يدوم إلى ما لا نهاية، يعني في واحد الأمد اللي محدد اللي نقدو نضمنو النهوض بهاد 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 اللغة، وفي نفس الوقت نقدو أنها تولي أكسيسيبل. أنا كنشوف ماشي غير بالنسبة لأكسيسيبيليتي ديال الناس اللي كيتكلموا الأمازيغية للحياة العامة، وبالتالي بحال ديزونكلافمون ديال هاد الناس، لأن هاد الناس لا على في القضاء لا في التعليم لا في الطفولة، لأن الأطفال كيعانيو بزاف من هاد القضية. الطفل اللي كيعيش واحد الفترة من حياته كلها، يعني حتى لست سنين كيدوي غير الأمازيغية، ومن بعد بشكل مباشر كيدوز المدرسة وكيبدا يدوي معاه الأستاذ بالعربية. يعني كاين حتى القناة الأمازيغية مهمة، هادشي ديال كنت في واحد الفترة قديمة من حياتي كنتكلم على الحق في اللعب، يعني لي ديسا أنيمي، وهادشي كله أساسي مهم للطفل باش يبقى يعني منسجم مع اللغة الأم ديالو. هذا جانب أساسي، ولكن كاين جانب آخر هو كل المغاربة، لأن كتعرف بأن المغرب تنوع الثقافي والتداخل اللي كاين بين الثقافات، خص السمح للمغاربة أنهم يوصلوا أنهم يتكلموا الأمازيغية، يعني حتى البالغين